كامل يا عبد الله ايش لا تعرف؟ على الوجه كامل لا. ليه؟ وش عيد ام عايده يا اخوي، يجي يسلم على احد، ترى في برا بالعكس ماسك. والله ترى يفتح الوجه. سكر الباب ما يفتح، لا يدخل من عورك. لا يترك يدخل عليك ناصر، بيزيدون يا ناصر، وكلي منهم. ادخل اطلع. ها منصور. عبد الله، ما انت تنفذ قول ما بينفذ عادي، لا والله ابغى انفذ، بس دعوة ايزي خفافي، حكم خفافي. يا عيال. كومنت وش نحكم؟ ليش يكون يلا الحكم اللي بخاطر قوي خله من جوله. اذا خلصت عطني حكم الحين خفاف، يلا ما بيهم بس ما اخذ. يلا ابو زايد، يلا ابو زايد أحلى واحد دش عندي. أبو مشعل، أبو مشعل مشتاق لذنيك. ذكر ولا أنثى؟ إيش تراني؟ تشيك عليه أنا. طبيعي لازم تشيك في فترة أبو تزاوج، إذا ما تزوجت يتساقط شعره. توه بزر، توه بزر، توه نونو. وين أنثى يا ولد، إيش تعرفون كل شيء أنتم؟ بسم الله ما شاء الله عليكم، هو أصلاً ما قال أنتم عرفتوا. اسمه صيته، اسمه صيته. اسمها سيتا. ونعم اسمع منصور، العب جوله، تراني بحسب. لا قلت اذا لك فزت، تم اذا بعد فزت ما تنفذ. خلاص. طيب احكم، احكم بالجوله، يلا عدل، عطني حكم. شف والله العظيم عشانك، ها شخطه على الخشم وسمبه هنا عشانك مسوي كسر لي الحين. يلا انا من النظام عشانك يا ابو فالح، عشانك عني رخصت لك في الحكم، عشانك عني رخصت لك. سين ما خرب علي غدا، جاء ما خرب علي انا. تستعبط صح؟ الله يا عبد الله. عبد الله سيمبا، شفت الشخطتين اللي حطيتها هنا؟ ابي نفس سوادها هنا. سيمبا لا نفذ عدل. عبد الله سمحت لك بسمبا، نفذ عدل، خلها مبينه. مبينه يا حمار، بس ما تشوف من الاضاءه. ها شوف، شفت مبينه كلها. والله عشان جولة واحدة، الله يجعلني في دوتكم. انتم وش انتم تحبون؟ لانه جولة واحدة، ها جولة واحدة. ايه يلا على الصدام. اخوي علي تيشيرتي نسيت من يدي، الله يجعلها بين عيونش. الله يجعلها بين مقبل عينيس. ها الا باجي الحين. هلا عيان، هذه عيان. روحوا غدا، خلاص صار عيان. تعال عيان، هذه الشيخة عيان وهذه الشيخة سارة، هذولا محتواي اليومين هذه، ما مطفرين ما في لهم. سلمي عيان، ايش رايك في القطوة يا عيان؟ سكره الله يضغطكم، سكر الباب الله يلعن من انت زقانه. وجه الله لا يحشمك، الله يضغطك. ها يا عبد الزفن، ها الزفن، ها ايش؟ تدري اني انا ادري اني جا تدري صح؟ اي الطلاق فيك؟ ها سكر باب وانقلع. شو اسمهم؟ شو اسمهم؟ شو اسمس؟ شو اسمس؟ يا حلوة. شو اسمس؟ دارة. شنو؟ اخت دارة. دارة؟ دارة؟ سارة. خوات ثانية. يعلمونك انهم خوات، ترى ما هم بخوات بس انهم بنات عم. يا حليلهم الله يحفظهم. هذا بس يستخدم رسمه. كم جمعتي عيديات؟ انا رسمه بدا. كم جمعتي عيديات؟ عندك بس انا بطها بس. شوف البسه هذه، تدري ايش اسمها؟ اذا ايش تبين تسوون في البسه؟ هذه اسمها صيته. كبسوا كبسوا على وجهنا يا اخوان، كبسوا صيته صيته. ترى جولة واحدة يا عبد الله، ترى جولة واحدة يا عيال، جولة
جولة واحدة وخلاص هذه آخر جولة يا جماعة والله العظيم أبي أطلع أبي أشوف العالم. وين تطلع وين تروح؟ بروح يا حبيبي بروح بيجيني آخر جولة يا إخوان آخر جولة. شعفول طيارته اليوم الساعة 5 العصر. صح كلمت الصباح يقول بيجي بيطير لندن. بروح لندن يقول حاجز درجة رجل أعمال. طلع صادق شوي. أدبل يا إخوان. هلا برنسيس. طلع صادق. ويلكم. الشمس تخفى تجي في الجو. صادق اليوم كان بياخذ مني بدل يا رجل قسما بالله رحت قلت له يا حبيبي ايش رايك؟ قال شنو؟ قلت اروح وياك اختار لك بدل. قال ها؟ قلت يا اخي انا ما عندي صيفي انا كله سبورت لبسي صيفي. ما عندي الا شتوي كشخه. صيفي ما عندي شيء نهائيا اللهم لا تروح مع منصور ما انت رايح مع لا وين اروح مع فاضي انا؟ يلا يلا متحمله بالكويت اروح مع لندن شنو؟ ها؟ حجز في فندق يا جماعه اللي يروحوا لندن حجز في فندق الماريوت اللي في شو اسمه اللي كلمني في الصباح احس منك الورود شفته حسين احس منك كذاب ولا لا مش كذاب والله حجز الورود اقسم بالله قلت له يا حبيبي الفندق هذا هو الحاله رايح قلت الفندق هذا حلو انا بعلمك ايش قلت قلت ما ادري ان الفندق هذا في الليل يصير فيه مشاكل ويصير فيه ضرب ولا صح علمك اي اقول لك صباح يقول والله مشاكل انا قايل له قال لي قلت هذا اول فندق جيت سكنت فيه لان ما كنت اعرف خلاص قفل بقى علمتني خلاص تراك اشغلت انت ذا المبزر اللي عندك يا ولد افهموني كل شيء جاني يقول تعال غدا وترى نفسهم يجون يقولوا لي بس ايش عشان يدرون ينضغط عشان الاضاءة ما شاء الله الفندق ينشدني على الفندق ايش رايك في الاوتيل وكذا قلت يا اخي هذا الاوتيل يا طويل العمر والله احنا صدعنا من الجزراء اللي عنده ايش تسوي به عبد الله تكفى قفل الباب حضانه ايش تسوي ها قال ارحب ابو حسين قال لي يا جماعه الخير وايش رايكم ايش رايك بالاوتيل يا منصور دامك تروح لندن ايش رايك بالاوتيل هذا قلت انا الاوتيل هذا انا سكنته اول ما جيت لندن اول مره اجي لندن على طول سيده قالوا للعيال روحوا رحله وانا ماشي على شغل العيال اسلم بالله اني قلت ليتني ما مشيت على شغلهم الفندق حلو جوار رود بس مو على الشارع الرئيسي الشارع اللي ورا الرئيسي فهمتوا يعني تمشي على الشارع الرئيسي وتدخل في نفس الدعوس عقبه تروح للاوتيل وليش ما عجبك مكانه هو حلو صارت لي مواقف في الشارع في الليل وانا انا رجال يعني اقول لك شباب يعني ما راح انام الساعه 8 والله لو نديك انام الساعه 1 2 3 الفجر مرات اكون برا الفندق لي الساعه 12 في الليل فاجي بروحي اروح اواجه العيال وكذا اقعد اعود الفندق بروحي دقيقه كي اعطس خفاز صدته حطيه بالجنطه يلا راجسك كي جمانة سيلين برنسس أمجاد اسمع. ناجر طيب الحين نروح لندن وش تستاجر فيه أرح طيب يا فاطمة نورة المهم يا طويل العمر أروح مع العيال أتقاوى أتعشى أتمشى خلص وأنا معود جاي من أجور رود أجور رود هذا شارع يسمونه شارع العرب لأن فيه محلات عرب كله أي واللي ماسكين المحلات عرب يعني من الوطن العربي زبدة وانا امشي بالليل الساعة 12 اولت ايام كورونا يعني مو بالحين الحين يمكن افضل الا في سيارة يساري نفس الصني صغيرة وتحك في القاع من كثر ركابها يعني سبعة